يشهد المجتمعان المغربي والمصري في العالم العربي ميولاً صوفية رغم موجات التسلف، فعلى سبيل المثال مدينة فاس المغربية تحتضن كل عام مهرجان الموسيقى المقدسة على رأسها موسيقى الصوفية. أما مصر فعديد الموالد والأضرحة التي تزورها المتصوفة، ومنها مولد الحسين بن علي والسيدة عائشة والسيدة نفيسة وغيرها الكثير من المقامات التي تتبرك بها الطرق الصوفية. بحسب أقوال باحثين فإن عدد الطرق الصوفية في العالم يبلغ 1000 طريقة تعد فروعاً عن الطرق الأم. فمثلاً تبرز الرحمانية في الجزائر وفلسطين وهي فرع من الطريقة الخلوتية، كما يبلغ عددها في مصر بحسب باحثين 77 طريقة صوفية تتفرع معظمها عن 6 طرق صوفية كبرى دخلت مصر في القرن 4 الهجري، وهي البدوية، الرفاعية، القادرية الجيلانية، الشاذلية، الدسوقية البرهامية، الخلوتية، العزمية.